صباح الخير أعزائي المشاهدين، البحر بارد والناس موجودة، ونحن جينا عشان نقول لكم كل الأجواء. نحن الآن في ساحل الستين، من أكثر السواحل اللي مليانة ناس، مليانة زحمة، كل حاجة، يعني كل الناس اللي بغيتوا أيضا بتشوفونهم موجودين. انتوا خلوكم بس تعالوا معاي، ما شاء الله على مد البصر حاليا نشوف ونقول بسم الله. صباح الخير، كيف الشباب؟ كيف أموركم؟ كل شيء تمام. اسمك؟ علي عمر بابير. اوه بارد. ينفض ينفض. سيف بدرس. سالم صالح بابير. عم عمر بابير. ما شاء الله عيالنا طبعا، الله يعطيكم العافية. غسلتوا ولا عادكم شكلكم يابس؟ نحن اللي جينا. طيب ايش الخطة؟ ايش الخطة اليوم؟ والله نحن اللي بسطنا، دحين نشوف المعارف شوية بعد ما ندخل نتغسل. طيب تمام، جيتوا بتلعبوا كرة مع احد ولا؟ بين البين بنلعب. بكم البين. طيب اذا بخلص بجي بلعب مع بعض. خلاص تمام. الله يعطيكم العافية. طيب في حد تتمنى كان انه يكون موجود في البلدة وهو مسافر وما قدر يحضري؟ نيم. احمد اخوي. وين احمد اخوك؟ باليزيا هناك. باليزيا في بلدة؟ لا ماشي. لا؟ في باليزيا ماشي بلدة، شباب معلومة يعني. ولكن اسمه هذا موجود البلدة في سواحل حضرموت للمعلومة بس. طيب بحكم انه جات البلدة مع العيد، حاب تعاود من كذا يشوفك في التلفزيون تعاوده؟ والله اهلي، اهلي وجيراني و... ايش تقول لهم؟ قول لهم كل عام وانتم بخير. وانتم بخير ان شاء الله. دائما نقول لكم انتم ايضا اعزائي المشاهدين كل عام وانتم بالف خير، استمتعوا يا شباب خذوا راحتكم، وبعدين بنرجع بنلعب مع بعض. خلونا ما دام ديلي يلعبون نستغل، يعني ما ابغى حد يسحرني بس ضروري رويكم مهارات يعني. حلو حلو، خلو 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 يلعب. يا سلام، هاي وصول الكابتن. يا سلام، حلو نلحكب طبعا اليوم. بسم الله جماعة، والله بارد يعني معليش. ايوه حلو، طيب نبغى نخلي الشباب هنا يكملون لعبهم. لما تخرج في البلده مع خيارات كثيره طبعا، انك تتغسل، بحر موجود بس تتغسل قريب يعني، خل معقل الزايده، وانك تدخل داخل تلعب كره. يا اخي تجلس، بعضهم كذا جالس يعيل البحر والبحر يعيل له حرفيا، فبنحصلهم معلش بتشوفونهم يعني. إلي الله يا رب سر سمي بالرحمن، وإلي الله يا رب، إلي الله يا رب، وإلي الله يا رب سر سمي بالرحمن، وإلي شباب يلعبون كرة هنا بس وقفوا عشان مشكورين ما شاء الله. من اللاعب فيكم؟ هذا هو كل بارد هنا. من اللي بيغني النحنة؟ من اشترى لكم الكرة؟ لا طيب نتعرف باسمه. اسمه محمد زبيدي. محمد من وين؟ من الديس. من الديس. واللعب محمد. طيب محمد يا اخي شفتك مستبرد يعني، بارد البحر؟ بارد. تغسلت؟ حق الصبح بدري. خمسة قبلان قلنا. لا والله. الله يعطيك، دحين مخمر قدك يعني. الله يعطيك العافيه. طيب محمد، يعني اللي بجنبك ديل اخوانك اصحابك وين يقربوا لك؟ اصحابي كلهم. الله يعينك. من العاب. وين اخوك؟ اخوي والله هلل.
اخوك؟ لا هو في التشكيله يعني في الرقش يعني. طيب ايش المشاركه اللي بتسمع لحن؟ واكيد كلهم بيتفاعلون كذا معنا. راب يلا اكس بوكس. ها روح. ما عندي شيء مشاركه يعني. حولونا عندك صدق يعني. وانت رجل حافظ عليك. هو من وابوات اللي بالضبط. انت مشاركة معاك يعني جودة بنية ينبع دربوكة. الثاني عندك. يلا حضر وبنبدأ. يلا حضر بسم الله شباب. واهو يبدع فيه قولوله احنا. راب اكيد في راب على المكلة على راب. وقفنا دحين موقف الراب. الراب موقف وقت مباك حبيبي. الله يهديك ان شاء الله عقبال. طيب واللي هو مستمر دحين معك شعر ومعك. طيب شباب اي واحد ثاني حولنا عد واحد. تعال موقف الراب برضه. طيب يلا في مشاركة؟ في مشاركة اللي بيقوم متزقف. يلا عند عمر. اسمك؟ اسمي خالد محمد. والنعم خالد من وين؟ من محافظة الحديدة. لا من الحديدة. ساكن في المكلة؟ ساكن في المكلة من 7 شهور تقريبا. كنت في الحديدة؟ لم أكن في الحديدة. جاي السعودية أكمل دراسة هنا. جاي من السعودية أكمل دراسة. حلو يا حياب. الله يحييك. أول مرة تحضر البلدة؟ أول مرة في حياتي أحضر البلدة. اليوم ولا قلت غسلت؟ لا أمس واليوم ما شاء الله. عادك أمس نزل؟ عادي أمس نزلت ما شاء الله. لو جاء جواء لا 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 شيء خرافي ما شاء الله. سلام. الله. طيب تسمع عن البلدة قبل؟ لا والله أول مرة أسمعها هذه السنة. إيه. طيب إيش سمعت وإيش شفت؟ ما شاء الله سمعت إنه البحر يصير بارد والخلق يجمعون ويسبحون وزي كذا. أنا شفت البحر بارد والناس شوفوا الناس يسبحون ما شاء الله وجواء ما شاء الله تبارك الله. يعني ما شفتها في السعودية ولا شفتها في أي مكان تاني. طيب ما شاء الله تبارك الله. يعني أنا سمعت الحديدة والسعودية وجيت المكلة. فاختار لي واحدة من المناطق كده مشاركة عندهم ولا أي حاجة عندك نسمعها. حنغني. طيب حلو. يلا بسم الله. إيش تبغى نغني؟ خلاص تمام حنغني. لا هي بداية الغنية ضحكة شكلها. يلا. يا ليالي يا ليالي قالوا إن الحب حالي والسبب في ضيق حالي. يا ليالي يا ليالي يا ليالي خبريهم إنه قلبي ما نسيهم. خبر الظالم بحالي. يا ليالي يا ليالي. وحاب أوجه تحية للوالد والوالدة وأخوي اللي سووا اليوم عملية الله يشفيه. ادعوا له بالسلامة. يا سلام يستاهلون. تحياتنا لأهلك الله يعطيك العافية. سلام كيف الشباب؟ صباح الخير. بنجلس وسطكم معذرة معذرة بنزعجكم شوية لكن خلونا أسلم عليكم. اسمك الكريم؟ نبيل سالم أصل الغرابي. واسمه؟ محمد بدر الدين دغيش. من وين؟ من اب. والنعم باهل اب. من مساكن. والنعم باهل مساكن. ايش صاحبه؟ اخوي. ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظكم لبعض ان شاء الله. امين يا رب. طيب من اب ساكن في المكلة ولا جيت؟ اي ساكن في المكلة. ساكن في المكلة؟ اي 8 سنين. ما شاء الله تعرف البلد؟ ما شاء الله اول سنة لها يعني تغسل فيها. لا والسبع السنين او الثمان وين راح؟ ما كنت نخرج. شغل؟ شغل ايه ضغط. صادف؟ صادف شغل ايه. الله يعين. زين خرج اول مره تخرج اليوم؟ لا خرجت قبل 3 ايام. طيب كيف البروده؟ ما شاء الله تبارك الله. بارد ثلج. انت شكلك حمست انه يخرج. لا زين من دارهم. والله اول سنه وراك له. لا زين ما دام خرجته من دارهم لقيت خير يعني. اكيد. طيب اهم شيء انك استمتعت بالتجربه. الحمد لله. الله يسلمك. طيب ان شاء الله كل سنه بنخرج. لا خلاص قرر. لا خلاص ان شاء الله. ايش خلاك تقرر؟ والله ما شاء الله الناس والجماهير واصحابنا ما شاء الله ما قصروا وخرجوا. الزحمه كيف؟ اي ما شاء الله تبارك الله. طيب مشاركه هكذا بغينا نعمل حق اهل لب يعني اذا موجود موال شعر اي حاجه. مالي في الاشعار انا هين. اي حاجه مالي في الاشعار صدق. موال مالي فيهم طول. طيب صاحبنا صاحب المساكن
معلومة تقولها للناس عن البلدة؟ والله أتمنى لهم كل سنة يخرجون وجوة جوا حلوة ما تضيع طول. طب إيش معلومة تعرفها عن البلدة؟ إنه البحر بارد وإيش عاده؟ إنه علاج، علاج للجسم وعلاج للركب وعلاج وزين بارد وقدو صحة. وجوا حلوة ما تضيع لضيع حدا خسران. بدأ مرة في السنة. بدأ مرة في السنة عقولك. إذن أنا بخليكم الآن. شوفكم على خير. أيه. ما تولح. الله يحفظهم قدامي. يلا المهم الموسم الجاي إذا في موسم إن شاء الله نجي ونحصله. إن شاء الله. كل التوفيق. إن شاء الله. يلا مع السلامة. الله معك. اسم الكريم. عبد الله غالب عبد باري. والنعم والله. وين؟ سيون. نعم بعد سيون. والله والنعم منورين. ما شاء الله. يعطيك العافية. أيه الله. اسمك؟ عبد غالب عبد بن هادي باجري. إبراهيم عبد الرحمن صالح برحمن بفلح مهلي محمد بهلي البايري محمد عبد الله عمرك عم بايري جعفر غالب عوض بن هادي بايري إن شاء الله أنستوا ونورتوا. طيب أول مرة تطلعوا البلدة ولا من قبل؟ كل سنة كم سنين كذا؟ مدري لا تحصى. ما شاء الله. من أول مرة طلعتوا معكم؟ أول مرة تطلع مسكين يويد والله. والله وعجبتك المكلة؟ هو حلوة بس الطلع عندكم ما شاء الله عليه. والله والله أسعار عندكم وعلى كيفك انتو كيف الأسعار هنا؟ والله أسعار نص بنص. يعني مناسبة. مناسبة جميل. يا حية يا حية هنا لما داخل الساحل مع الوادي. طيب معلش يعني تعال. أيوة تمام عشان ترندكم تنورون. طيب حلو مدام جيت. البرودة كيف؟ وعلى كيفك بارد. نعم والله الله يعطيكم العافية. أول مرة تغسل ولا قلت تغسلت؟ لا تغسلت من قبل. طيب إيش المشاركة؟ يلا وشي مع بعض كذا. لا قال مع نزامل ولا لا؟ لا مع شرح بلقي يلا. طيب ممكن تشترح بالنية كذا بدون واحد يغني وانتوا تشترحون؟ ها؟ ما بتقع. لا أبغى له صوت، أبغى له صوت. ما بتقع. شغله يعني اليوم نحن مفروض نبحث عن واحد لمشاركه. اسمك؟ عاصم عبد الله الشنين. نعم عاصم. من وين؟ من فوه من الضرين. بارك الله. قريب قريب. تو انت من جيت؟ والله خرجت لحالي انا بعدين تقابل بالشباب هنا. كانوا حجمهم لا واحد فركوبي كلهم. ما هو ريض عبروا للولاد. عبروا للولاد. لا هو هذا عتاب في السيف. طيب ايش جوكم؟ ايش بتسووا الان؟ ايش سويتوا؟ تلعبوا كره؟ تغسلون؟ ايش الوضع؟ والله غدو معروف. هو اول شيء استان عن صح البخمري تو صوت ونخلع السيف تو. اول ما يشوفونك قبصونه. انت قبصوك العاده؟ والله غصب عني هذا. لا دحين مع يعني هذا يعني رساله وجهها. خلي ياخذ الواحد ياخذ راحته خلاص على حسب الناس اللي تخرج معهم. طيب ايش مشاركه معك؟ والله معي اغنيه. طيب اسمع اغنيه. شباب تفاعلوا معي اذا هي حق تفاعل هدوء يعني. لا تواجههم بشي عنك يقولونه. لا تعاملهم بشد هدوب وليونه. مشكلة في الناس راضتهم عدوك وين عادتهم قلبه من كلام الناس. يا ما ناس مفتونة حد يوطونا وحد قدهم يرفعونا. مشكلة في الناس وين راضتهم عادوك وين عادتهم طلبوا رضا. بالله أقوى أقوى أقوى.
أعزائي المشاهدين، اكتشفنا أنه ضروري نلقى حملة، أنه الواحد حملة كده تغسل بأمان. والله العظيم الشعب خري يعني، أصبح يشتكون بعضهم أنه تخرج كده بأمان لا فجأة تحس نفسك في البلدة، في الباء حق البلدة، فهمت الفكرة؟ اسمك الكريم؟ صلاح بام. والنعم منوع؟ دعاء. والنعم ساكن في المكلة؟ لا ما شاء الله. بحر، احكي لي عن البحر. البحر بارد. طيب ايش معلومة معك عن البلدة؟ وقت الناس كده يشوفونها ويعرفونها. والله البلدة يعني بتقول بحر بارد، هو يعني للأعصاب، حد عنده أمراض ولا شيء. يا سلام عليك. طيب ايش مشاركة معك؟ قالوا لي صوتك زين. نخلي وقت ثاني. لا اكيد صوتك زين، ولكن برجع لك وقت ثاني. الله يعطيك العافية. نجم البلدة قد باب وتجمعوا الخلان، هل يلا يا ربان، هل يلا يا ربان. نجم البلدة قد باب وتجمعوا الخلان، هل يلا يا ربان، هل يلا يا الناس راحت ونحن قررنا ايضا نروح ونطلع، لكن بنرجع اذا الناس رجعوا عشان نوثق لكم كل لحظه حلوه، نوثق لكم الابتسامه والضحكه الموجوده هنا، ونوثق لكم اجواء البلده في برنامج اجواء البلده في موسمه الثالث مع زكريا بابا. الله يعطيكم العافيه.